عرفوا خصنا نعرفوا بانه القصر والعين راه ماشي ديال التوريزم دوماس، ماشي ديال السياحه ديال الحشود، كاع الاماكن الطبيعيه تتكون اماكن هشه، خصها ديك السياحه السريعه، الواحد يجي يدور دوره يشوف يشوف الماء وكذا يتصور يدير ويمشي في حالته. اللي تيفكر ان في هذيك المنطقه يدير سياحه قاره وسياحه ديال الناس اللي يجيو يدوزوا نهار راه ما تيفهم حتى حاجه. راه الاماكن الطبيعيه في العالم كامل تتبنى فيهم واحد السياحه سريعه، داكشي ديال الكوامل والمنطاط والشوا والشفنج وكذا 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 راه التخربيق. انا ملي كنت مدير وباقي تنقولها وكنت ناضلت ان راه كان واحد الوقت جابوا بيتزا هوت باش يديروها تما وبغى يديروا المطاعم وداكشي راه التخربيق. هذاكشي هذيك بني من اللي عطاها الله هذيك العين خصها تزيد تشجر، خصنا نبداو نشريو دوك الجنانات نشريوهم. اللي بغى يدير الخير في بني ملال يمشي يشري 318 القطار يتشرى من عند الناس، تشرى باش ما تبقى لا تبنى ولا حتى شي حاجه ولا هذا ولا هذا، ويتم الحفاظ على داكشي وتولي عند بني ملال واحد الحديقه من اكبر الحدائق ديال المغرب فيها 13. ما نبقاو نلعبو كاش كاش مع الناس وهذا يبني وهذا يدير وهذا يدير راه داكشي غادي يتخرب. راه شي مره لقينا واحد يضرب التراكس كاع بغى يدير طريق من تا مكنون كلا لشي مرفق سياحي ديالو تما. الناس راه الناس تتعميهم تيعميهم الربح وتيعميهم مزيان، وهاديك العين راه ساهله تخرب. حتى البني فوق العين راه واحد الجريمه كبيره، راه حاشاك اللي دار شي حاجه في السيبتيك راه غتنزل العين وغادي يشربوها الناس. نقولوها بصراحه راه اللي بان غادي يشربوا الناس البول ديالو، راه اللي دار راه الدراسات العلميه وراه الدراسات دارتهم الكليه ديالها راه موجودين، راه كبوا ليسانس شويه ويخرج في العين، لان ليسانس انت فيه بمعنى اي حاجه كبيناها راه تتخرج تما. راه الا بقاو مخلين ديك تا موجود غاديه بهذاك الشيء وكذا وكذا راه العين غادي تولي حاشاكم بحال شي اوارو. خص الناس يعرفوا بان هذيك العين هشه بزاف هشه، وخص يكونوا فيها واحد القوانين صارمه الا بغاو الناس الاجيال اللي جايه تبقى تشوف شي حاجه جميله في العين. يكفي هادشي اللي دار في العين يكفي زعما راه كاع المغربات العقاريه دارت في بلاد، كاع الجرائم ديال البني دارت في بلاد. راه سير لكليات العلوم لي كومبيس انيفرسيتي في العالم كامل تتلقى عندهم واحد الفضاء استراتيجي فين ما جات شي مؤسسه جامعيه كذا راه تيبنيو السكن الاقتصادي على الباب ديال الكليه من هنا ومن هنا. واش هادي تدار في العالم؟ انا في اعتقادي ما كاينه حتى في بلاصه في العالم الا في بني ملال تدوز من تما كتي ضرك خاطرك. تقولوا احنا هذيك البلاصه غادي تكون فيها المستشفى الجامعي ويكون فيها كليه الطب ويكون فيها كذا، وشي مرات نبداو نديرو فيها معالم ديال الانفورماتيك وديال الذكاء الاصطناعي وديال الذكاء. سير شوف شنو داروا لنا، راه سير تيديروا السكن الاقتصادي على الباب ديال الكليه. ما عرفتش انا داك رئيس الجامعه اش كان تيدير، وما عرفتش انا هذيك رئاسه الجامعه شنو تدير وشنو وظيفتها وشنو واش هذا الشيء ما يقولش فيه الواحد اللهم انا هذا المنكر. واش دابا ما تكفاش كاع ما تكفاش نمشيو حتى تماك نبداو نبنيو بهذيك الطريقه؟ ولمن تنبنيو لمن بني ملال مشات ب 10 كيلومتر هنا ومشات بشي 12 كيلومتر هنا لمن؟ احنا ولاد بني ملال، واش كاين شي واحد تيعرف بني ملال كم تنا؟ تزادوا فيها شي معامل؟ تزادوا فيها شي حاجه؟ تزادت فيها شي حاجه زعما خارقه اقتصاديا جابت الاف ديال العمال؟ قالوا لا شي لا شي غادي هذيك الطريق اللي دارت دابا نوصلوا ليها وغادي نفوتوها وغادي نزيدو كذا ونضربو الأراضي الفلاحية ونضربو كذا ونضربو كذا ونضربو كذا ونضربو أسوأ برجوازية تستولي على شي فضاء
هي البرجوازية العقارية. لا تنتج عملا ولا قيمة مضافة، تتجمد الفلوس وتتعبك الفضاء وتدير. أسوأ ما يوقع لشي مجتمع هو أنه يتسلط عليه البرجوازية العقارية. فرنسا وقع عليها هادشي في 58 مورا الحرب العالمية الثانية، بداو تيبنيو بداو تيبنيو بداو تيبنيو تيبنيو حتى هما بداو تيأسوا، ولكن كانت الإرادة أنه وقفوا داك الشيء. دابا هما عندهم إلا خليتو ربي نهار تبيعها ما تربح فيها حتى حاجة، عرفتي علاش؟ باش ما يخليكش تضارب فيها. هذا وحنا دابا يمكن تتحرك في البلاد وشوف، راه يمكن تنبنيو بشي يا جوج وما جوج، والله العظيم. وتتبان لك حتى ديك القوانين، ديك القوانين تتخرق ديال العرض والطلب وداكشي، بحيث انه انا اللي تنعرف في الاقتصاد هو لما العرض تيطلع بزاف وتيفوت الحاجة تيبدا الثمن ينزل، حنا لا ما تينزلش. باش تفسر هاد القضية؟ الا ان هادوك اللي حاطين دوك الفلوس راه ماشي جايين من الدوره الطبيعيه ديال الاقتصاد، لانه اللي حط شي فلوس في ساعه خصو يدخلو ولا يرونتابيليزيو. ولكن اللي يدير عماره ويزيد ويدير عماره اخرى ويزيد ويدير عماره اخرى ويزيد ويدير عماره اخرى تتبدا تسائل، وهذه ساده وهذه ساده وهذه ساده وهذه ساده، وشكون اللي تتأدي والمدينه؟ انا تنقول لك واحد القضيه اللي نختموا بها، امني غادي يشربوا الماء هاد الناس هادو هادشي اللي تيبنيو هاد المدن اللي ولاو في البلاد؟ قال لك ثاني شي حاجه جحدا نوتوروز شي مدينه اخرى غادي تبدا منين؟ وشكون هاد السكان اللي غادي يجيبهم باش يسكنوا في هادشي؟ يعني السكان المقومات